ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتونا جدا جدا جدا. اول حاجة بقالنا يومين ثلاثة ما بننزلش فيديوهات، بس قلنا يوم ما نرجع لكم فيديو من الاخر. اليومين اللي فاتوا كنا بنخطط للفيديو ده. احنا النهاردة هنفرح، قررنا نفرحكم معانا. زي ما بندخلكم في مشاكلنا وفي تعبنا وفي كل حاجة، قلنا لا عندنا فرحة النهاردة، لا اخواتنا يفرحوا معانا. بس قبل ما نقول لكم ايه اللي هيحصل، الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة بسرعة حالا انزلوا اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، دوس لايك على الفيديو بسرعه بسرعه بسرعه. في مفاجاه كبيره جدا، متجروش الفيديو ارجوكم. النهارده في شويه مفاجات من الاخر، ربنا كرمنا وهنعصر على نفسنا ليمونه وهنضطر نعيش في فيلا. الواحد مش مبسوط، بس قلت خلاص بقى فيلا وبلا وجع دماغ، خلاص فيلا مفيش مشكله. يا ابني ده انت ما نمتش من كتر الفرحه. بس محدش غير الفيديو عشان في حاجات كتير لازم تحصل ولازم تكونوا عارفينها. بس قبل ما نبدا الفيديو، الناس اللي بتتفرج وتجري، معلم الناس النمراويه اللي مشتركه في القناه، دوس لايك على الفيديو. انتم مقصرين معانا في اللايكات يا جماعه، عايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك. 30,000 لايك. انت بتعلي عليا؟ 35 ها؟ 50. طب لا 50 صعبه والله. هم قدها والله، 50 صعبه قسما بالله قدها. طب نشوف، هنشوف الايوكيه ولا النمراويه كده ان انتوا هتوصلونا الفيديو لما نشوف. طريق طويل قوي. ايه رايك نلعب لعبه الاسئله؟ اسئله تكون سهله ومنطقيه وتكون بسيطه. الناس بتسالها لنا كتير، قلت النهارده نسالها على بال ما نوصل ويتفرجوا معانا ويقضوا معانا اليوم كامل. هنجمع لكم شويه اسئله من الاخر هتعجبكم جدا. واي حد عنده اي سؤال عايز يساله هنا اكتبوه في الكومنتات تحت، او خش على الانستجرام عندي او عند ايه، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن تحت، خشوا اعملنا فولو هناك واسال اي سؤال انت عايزه. ويلا بينا نبدا الفيديو. يلا طبعا الصغنونه بتاعتنا نايمه، فرهدت يا عين يا عيني، نامي يا قلبي براحتك نامي. الحمد لله وصلنا. نسال بعض شويه اسئله لحد ما الراجل يجي وسيبنا الفيلا. وهتخشوا معانا وهتستلموا معانا، بص هتعملوا كل حاجه معانا. اسالك شويه اسئله وتقيم فيهم نفسك كم من 10. ماشي تمام. اول حاجه الجمال. 50 من 10 طبعا. انتظر ولا ايه؟ اه والله الله اكبر، ربنا يحفظنا يا رب. 50 من 10 ده لو ما كانتش 100 من 10 ما رضيتش اقول 100 عشان ما افورش، لكن في الجمال لا 50 من 10 صراحه. طب والروح؟ الروح الله اكبر، اللهم صل على جمال، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بتهزري ولا ايه؟ الروح مثلا مليار من 10، انا مش لاقي رقم اعلى من المليار، مش عارف رقم اكتر من كده. اه والله بس ما شاء الله عليا، يعني في حاجات مميز فيها، في حاجات ناقصاك. طيب يعني انا مش عارفه اكمل، ما انت ما شاء الله. طب هتدي نفسك طب في الهدوء يا نمر؟ هادي؟ لا دي ممكن مثلا هادي. هادي في ايه بالظبط؟ الهدوء يعني بشكل عام. هادي مثلا اكون مثلا لا انا بص انا شقي شويه بصراحه عشان ما اكذبش، دي ممكن مثلا 9 من 10. 9؟ اه والله 9 من 10. 9 من 10 ده كده والله انت مش هادي ابدا، ما تهرجش. 9 من 10 كده قللت نفسي درجه. 9؟ انت المفروض واحد. واحد ده انا اديت لك الواحد ده عشان ما احطلكش صفر. كلك هتغلط ورا شكلك بيه. قول ها. طيب في الرومانسيه. رجعتيني يا مشقاوه. في ورده هنا، هنزل اطوف لك ورده. يا ابني انجز. في الرومانسيه كام؟ رومانسيه ممكن مثلا يبقى 10 من 10. ما اعرفش والله، انا رومانسي بس مش ممحوم، مش ملزق، رومانسي بس بعقل اللي هو حكيم في الرومانسيه الحمد لله. يا بيبي اعملي قلبي، اعملي قلبي كده اهو. التلديد ده عينه دي كام من 10؟ جاوب انت. ادي لك 5 من 10. طيب عصبي. مش عارف يعني عصبي مثلا ممكن يكون 5 من 10 برضه. اول ما اتجوزنا يا جماعه كان عصبي جدا، بعد شويه بدا يهدى لانه لقى نفسه يعني هيتعصب. هخسر الناس كلها. انا بطبيعتي عصبي تمام، بس يعني بحاول اعالج العصبيه دي. فاول لما اتجوزنا كانت ايه، انا اتعصب وبتاع، ولا ايه عامله ايه كده؟ طب انت مش هترد عليا عشان نتخانق ونطور الخناقه ولا ايه؟ انا مش مجنون. بتقولي اهدى، اقول لها انا ما بقى كلمه اهدى دي نفسها اصلا بتجنني. أيوة. تقول لي استهدى بالله واستغفر ربنا ووحد الله. انت والسعيد بالله من الشيطان الرجيم يقول لي شيطانك هو اللي شيطاني انا، مش ما عنديش شيطان، وتروح مجنناني. هدوءها بحس ان انا بنفعل مع نفسي وهي قاعده في حته لوحدها، مش قاعده بجسمانياتها، لا بدماغها مركونه في حته ثانيه، وانا عامل كده واحد هنا بس كده وكل حاجه. انت عايز ايه؟ ما اعرفش اعمل لك ايه انت عايزه. طب الخناقه كده خلصت، مش هنطورها الحمد لله. برضه هو استحملني كتير في صفات تانية، يعني عارفين هو توازن، يعني بدا برضه اتطور من نفسي في حاجات
كنت فيها يعني مش احسن حاجه، مش عايزه اقول اوحش حاجه فبقول مش احسن حاجه. لا والله العظيم انت ما شاء الله مميزاتك اكتر من عيوبك. ايه ده، هو انا عندي عيوب ولا ايه؟ اذا كان انت مقيم نفسك مليون من 10 في ايه؟ اقيم نفسي كام؟ استغفر الله العظيم يا رب. هو ده اللي انا تعديت منه يا جماعه في الحاجات دي، فاهمين؟ طيب اكتر شخص بيضحكك. وحاجه غريبه ممكن حدش يصدقها، ايه ورب الكعبة آية بتموتني. عندها كوميديا كده يعني، بعيد عن الكاميرا وبعيد عن الكلام ده كله، عندها كوميديا خاصة كده مع نفسها، بترزع الإفيه وهي أصلا مش عارفة اللي هو إفيه. الناس كلها عارفة إن آية هادية وبتاع، لا آية كوميديانة محدش يتخيلها بجد يعني، ده مخفي ترى مش طبيعية. الجواز حلو، يا ريت تجاوب بصراحة. الجواز بص أقول لي حاجة يعني، أقول لك حاجة بصراحة، الجواز حلو والعزوبيه حلوه، بس كل مرحله في حياتك ليها حلاوتها ولا يعني ليها حاجاتها الحلوه وليها مش حاجاتها الحلوه قوي. بس الجواز والله العظيم اكبر نعمه في الكون لو معاك حد فعلا بيعينك على كل حاجه صح. يعني لو الجواز امتى بيبقى وحش؟ الجواز امتى بيبقى وحش؟ شرق يا جماعه، سمعتوا العزوبيه حلوه دي يا جماعه؟ دي مش هتتعدى مش هتمر مرور الكرام كده. انا لازم اقول الكلمه كلها مره واحده عشان خاطر ما ينفعش اقطعها. لا لا بجد والله يعني العزوبيه حلوه، الواحد بيبقى عايز يروح وبيخرج وبيروح لوحده وما بيعرفش بيعمل ايه وبيسافر وبيتنط بيعمل كل حاجه بيعملها لوحده. لكن الجواز يقول لك لا انا عامل ايه خلاص اروح ولا اعمل. لو جيت بصيت تلاقي ممكن تكون مثلا اسمها ايه المرقعه اللي هي الانفتاح قل من عشان خاطر انت خلاص بقيتش سنجل، بس عندك مميزات تانية، عندك زوجة كويسة، عندك حد بتروح بتلاقيه بيبقى بيساعدك بيعينك بيطبطب عليك بيلحق نفسه. لازم يلحق نفسه. عايز اقول لكم السؤال ده انا اللي كاتباه، محدش سأله، كنت حابة اختبره. الويكند تسافر ولا تقعد لوحدك؟ اقعد لوحدي واسافر لوحدي الاثنين مع بعض. يعني لو هقعد لوحدي اقعد لوحدي، لو اسافر اسافر لوحدي. شبعان سفر وخروجات انا قبل ما اتجوز كنت ما بقعدش اصلا في حته، يعني كان مسميني الزيبق، بفضل اتنطط افضل عامل بص زي الكوره الشقيه كده. لما اتجوزت بقى خلاص عايز اقعد استجم، عايز اشتغل، عايز ابني بقى مستقبل لاحفادي، وبدات اخش في مرحله الابويه قوي. انا عايز اقول لكم حاجه، لا الاستقرار النفسي بيجي مع الجواز من الشخص الصح. الشخص الصح مش ما فيهوش عيوب، لا العيوب دي والمشاكل دي فلفل الجواز. يعني عارفين فلفل والشطه يعني نبص من الاخر يا جدعان، اي حد ما بيحبش الحاجات الحراقه ما يتجوزش. لازم تتقبل ان اللي قدامك ده زيه زي اخواتك مثلا. عمرك ما بتقعد مع اخواتك وقاعدين مؤدبين قوي وفي حالكم، لا بيبقى في خناقات. بس الجميل ان انت لازم ترجع وتتفاهم وتحاول تعالج عيوبك وهو كمان يحاول يعالج عيوبه. السؤال اللي بعد كده يا نمر، عمرك شفت بنت اجمل من ايه؟ والحاجه بستايل هوجن ده مفيش حد احسن منك. والله العظيم ما في حد زيك اصلا، انت حاله نادره ما شاء الله عليكي، الله اكبر عليكي. والله العظيم يا ابني ما تجاوب يا ابني. ما جاوبت والله العظيم. لا مفيش يعني، بص لي حاجه، ممكن يكون في طبعا بنات كتير جدا حلوه بس لنفسهم. شكرا. بتحب تاكل بالشياكه ولا بلغوصه؟ بلغوصه طبعا. شاكه ايه؟ والله العظيم عمري ما حبيت اكل بالشياكه ابدا، عمري ما احلاها اللغوصه لا. بس اقول لي حاجه يعني، بس انا اقول لك حاجه برضو. نمر يا جماعه ما شاء الله برضو في ميزه، مش عكاك في الاكل. يعني ايه مش عكاك؟ يعني مش بتاع الفاست فود والاكلات اللي هي فاهم. ما بحبش السمك خالص، ما بحبش السمك خالص. السمك وده السمك ده الفاست فود. الفاست فود ده اللي هو شوربه السي فود. شوربه السي فود. الاسئله خلصت. الراجل جه، يلا نخش، يلا بسرعه نخش على الفيلا. يلا. الراجل قال لنا الشارع كله خدمات، تعالى اقول لكم الخدمات. الخدمات اللي في الشارع مفيش غير انا ونمر تاني. ده الشارع كله خدمات ونخدم الشجر. احنا قصدي هنبقى احنا الخدمات. والله العظيم حاسس الراجل ده هيخطفنا، مش عارف ليه مش مطمن له. ربنا يسترها، اللهم استر علينا يا رب. ده الشارع كله خدمات. والحمد لله وصلنا واستلمنا. تعال ميس. صباح الفل. صباح الفل على عيونك يا قمر. انت لابس بنكاوي يا ولا؟ نجيب شنطه مسامير الصغيره كمان. طبعا ايه بالنسبه لاي ايه؟ طبعا جايه زياره، ما بتشوفش حاجه. مش عارف والله انت تحس ايه متجوزه واحد في ايه؟ عايزه ايه؟ تعالي تقعدي هنا. تعالي تعالي اقعدي هنا. تعالي يلا. مبسوطه كده؟ ايه ده مش قادر اشيلك. مش قادر. بص جايب لك شنطه لون هدومك، مظبطك اهو. خدي وسع وسع. هتو ما شاء الله، والله العظيم ما شاء الله على الجمال. ما هذا هنا؟ بصوا بصي ايه. تعالي تعالي اوريك حاجه. تعالوا هنا البول، هنا ده حته كده للاطفال، بعد كده في غريق. بصوا بقى فين هنا تاني؟ مدخل هنا تاني للبيت.
هنا بقى الدور اللي فوق، هنا بقى في حمام. استنى جاي لك يا مساميسو. هنا ده الحمام. اه ده هنا نطلع من البول نخش اللي عايز يتزنق، بدل ما يعمل حمام في الميه يخش الحمام هنا اهو، ما عرفناش. اه معلش. هنا بصوا، ايه بقول لك ايه، ده مظبطين هنا. بص بص كده مظبطين هنا شوي وحركاته. ايه بقول لك، في مخبأ سري. تعال نشوف ايه، تعال نشوف ايه هنا. ده هنا في مخبأ سري. اوه كويس. تعال ميسو يلا بقى نتفرج على الفيلا حته حته. تعالوا نتفرج على حته حته. بصوا اهو، بصوا جمال ده. شوف شوف المكان مبهج بطريقه مش طبيعيه. تعالوا اتفرجوا معايا. بصوا ما شاء الله، مش هسيبك يا بياضه. تعالي امريكان، بس لسه بقى عايز يتظبط بالكامل. بصوا الجمال، بس ما شاء الله المساحه فظيعه. اعمل اكلات بقى دي تخلي الواحد يبدع كده، عارفين الابداع. تعالوا بقى نتفرج على فوق ده تحت. تعالوا نتفرج على فوق. لا انت ما شفتوش الباب ده، تعالى اوريه لهم. انا الباب ده عجبني قوي، اكتر باب عجبني. اه والله انا نط في البسين. بص اه والله بصوا. اه بص تعالى بس نتفرجوا على بقيه المكان، بعد كده ايه نخش وننزل الميه ونبلبل براحتنا. لازم في اوضه كده، دي بيسموها اوضه الضيوف. حلوه قوي الدنيا ما شاء الله. برضه بتبص على البول بره. احنا بص احنا شكلنا هناخد اوضه الضيوف. تعالى نشوف بقيه الاوضه. تعالى بص يا جماعه، مبدئيا كده انا مستبشر خير اليوم والمكان شكله مبهج. بس ميسو تعالى ورانا. تنج تخ تخ تنج تخ تخ. قالوا عليا عشان ايام العزه جايه. مسا مسا ميسي بابا اهي، مسا ميسي بابا اهي. اطلع يلا يلا. تعال بقى نبدا نخش نشوف الاوض. بجد المكان ريحته حلوه، في هواء من كل حته. المكان فعلا مبهج 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 مبهج. تعال بقى ايه، بص هنا في اوضه هنا الاطفال، اوضه الاطفال. تعال يا نور النبي خش يلا. تعال الله 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 الله. ده هنا الدور الاول. اخش البلكونه. ده احنا نقعد هنا. كان امنيه حياتي يبقى عندي بلكونه. كوبايه شاي مع بلكونه. يا جماعه قمه السعاده. تعالوا 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 ما شاء الله. بص ده يعني زهقت من الفيلا كلها. تعالى خلاص يعني الدنيا جت عليا وخلاص. انا عايز اللي انا هتجنن منه حاجه، اللي انت لابسه لون البيت. ايوه والله ما شفتوش، بس هو شبيه. تعالى لا المكان ما شاء الله ده حمامات طبعا مبهج. انا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اوضه اطفال تاني برضو بتبص على هي برضو بتبص على نفس المكان على الجنينه. لا ده الدور اللي فوق بقى ده الروف. ده احنا لازم نعمل فيديو تحدي يوم كامل في الروف. اه والله ده بصوا حرام عليكم. بص هنا برضه ده، بصوا هنا ده بتفتح ده كده اهو. انا تهت يعني احنا فين؟ والله انا نفسي تهت. بص تنزل بقى تحت تلاقي المكان ده، المنظر المبهج ده قدامكم. والله العظيم جمال الجمال الجمال. احنا فين بيودي لمين؟ انا تهت والله العظيم. بس ايه رايك في المكان؟ اشكريني. ده المكان بتاعنا هنعيش فيه خلاص حياتنا كلها الفتره الجايه. هنقلب بقى على وش الدنيا خلاص. انا قررت نعيش حياتنا بجد بشكل مبهج. احنا لسه اصلا هنبدا اليوم بتاعنا. مفيش حاجه كبيره عليك اي حاجه. ايه ده في صوت؟ في صوت تحت. ايه ده في صوت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو عمرها ما اتاحنا غير لما انتم. هو في ايه؟ هو في ايه؟ لا بجد والله في ايه؟ انت اللي في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انتوا بتصوروا في بلدنا ولا ايه؟ انت اللي جايبكم في بلدنا؟ انتوا اللي بتصوروا في بلدنا؟ انت ايه ده؟ ايه ده؟ انت اللي ايه ده؟ انا ده ايه ده ايه؟ احنا مش متخانقين، ايه اللي جابكم هنا؟ مش فاهم انت بتستهبلوا ولا ايه؟ انت بتستهبل على فكره. مش عارف بس كده اهو. لا بقول لك ايه، انا سبت لك القاهره
وهف وانا سبت لك الدنيا كلها وهربان، يعني سبت الدنيا كلها وهربت لك هنا. طب بص اول حاجه مبدئيا كده عشان بس نبقى عارفين، انا جاي هنا الاول. لا على فكره انا جاي هنا الاول وده مكاني، وبص بقى همشيها محاكم. يلا انا جاهز. انا سبت لا انا ما بقولش انا بقولك ايه اهو. ايه ده ايه ده في ايه؟ صلوا على النبي يا جماعه. حافظ على عفش، حافظ على عفش، ما ينفعش. تمام دلوقتي انت ليه جايبك عندي هنا؟ يا ابني انا سؤال بس، انتوا جايين بقالكم قد ايه؟ وقت قد ايه؟ انا جاي بقالي ساعتين هنا. انا جاي بقالي ساعتين وخمس دقايق. طب ما شفتكش ازاي؟ انا كنت فوق. طب انا كنت فوق برضه. احنا تهنا يا جماعه. الفيديوهات دخلت في بعض. بصوا يا جماعه بصوا. انا مش على الكلام بتاعتك يا عم. دي المفاجاه اللي انت عامله لي ولا دي القناه بتاعتنا ولا دي القناه بتاعتي؟ فين القناه بتاعتي؟ بقول لك ايه، عايزين نعترف بس الاسراء ان دي المفاجاه اللي احنا عملناها. مفاجاه حلوه قوي. انا جبت لك ماما اهي، ماما جات لك اهي، وادي بابا جالك اهو. والله يبارك وحشني. احنا ايه ما تعرفش ان احنا جايين هنا وهتقابل اسراء، واسراء نفس الموضوع. انا مش فاهمه حاجه. انتوا انا عايز اقول لكم مش غلط في احنا في قناتكم دلوقتي. احنا في قناتكم نعترف. بصوا يا جماعه الاتفاق ده كان بين انا والنمر، قلنا نطلع من القرف اللي كنا فيه. يعني صلاح ما لعبتش. من نفس اليوم، نفس اليوم خدت يوسف ورحت له لحد الصالون. قسما بالله ورب الكعبه زي ما بقول لك، ما رضيتش حتى ننام غير لما الموضوع يخلص. وما رضيتش حتى فيديو ان هو حد يقول لي عملنا فيديو ان احنا صلحنا عشان ما حدش يقول الكلام ده كله. ترند ومش ترند. قلت له يوسف جاي يعتذر لك؟ قال لي يعتذر لي ايه؟ راح جايب لنا اكل وكلنا وما فيش اي حاجه، والموضوع حتى ما كانش فيه اعتذار. اكرام ما سمحش. خلاص خلاص خلاص. وشاب طايش اللي هو عم انت سوء تفاهم. بس نسيب كل ده دلوقتي. احنا اخترنا اوضتنا فوق. انا بلف بقالي ساعتين. احنا قاعدين والله العظيم لسه الاوض اللي فوق بتاعتنا فريد. الاوضه الماستر بتاعتنا. الاوضه بتاعتنا اجري يا ماسه. الاوضه الماستر بتاعتنا.